ساعات قليلة تفصل بين عامين، عام مضى يريد اللبنانيون طي صفحته لما حمله من أزمات وصعوبات ومرارة، وعام جديد يفتحون صفحته على بياض ويتمنون أن يكتب خلالها الوطن نهاية درب الجلجلة عبر إنجاز الاستحقاقات وحل الأزمات وتحسين كل ما يصنع حياة أفضل على مستوى الدولة والمجتمع والمواطن. وفي هذا الشأن شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة وجود حراك جدي مطلع العام الجديد لحسم الملف الرئاسي سريعا، لأن حال البلد بالويل بل هي على النار، الأمر الذي يفرض التوافق على انتخاب الرئيس وإعادة إطلاق عجلة البلد. وانطلاقا من الواقعية، رأى الرئيس بري أنه في المجلس النيابي الحالي لا توجد أكثرية وأقلية، بل الكل هم أقليات، واثنين زائد اثنين ما بيساوي ستة، وبالتالي المطلوب هو أن تبادر جميع الأطراف للجلوس مع بعضها البعض بنيات صافية حتى بلوغ التوافق والذهاب إلى ساحة النجمة لانتخاب الرئيس العتيد. وقبل سقوط آخر ورقة من رزنامة العام، توفي البابا السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر بلغ 95 عاما، بعد أن سجل في تاريخ الفاتيكان أنه أول بابا يستقيل منذ القرون الوسطى بعد حبرية دامت 8 سنوات.